ايام، من ضمن ذيك 3 ايام قالوا لنا انتم واعدين تكساس، لكن انا قاعد لين نقرصوا يقول لنا توقعوا، قالوا سمينا تكساس، صار يجينا تكساس قالوا انتم لا ترحبوا شرب بلدانكم، عدنا في تكساس يومين تقريبا. هم كانوا يجمعوا الناس كامله اللي كانت بمختلف السجون، جمعوا ياسر من الناس في واحدين كانوا في ياسر من الولايات، فم ياسر من الولايات، كل اثنين كانوا في بلاصه والله 3 بلاصه موريتانيين، يجمعوا منهم ياسر اكبر عدد قدروا يجمعوا باللوفول اللي جاي، انا فيه تقريبا فيه 40 موريتاني جمعونا، يعني عدنا في نهارين الجميع جمعونا كاملين، قالوا انتم لا ترحلون، احنا ما وقعنا الترحيل، قالوا انتم حكومتكم الحكومه الموريتانيه وقعت اتفاق عنكم ترحلوا، متعاون مع اهل الهجره، قالوا لنا لابد ان ترحلوا، ترحيل مولي اجباري، داروا فينا ذوك المانتات وقاسوا فينا، ركبونا في بيسات، عاد بتنا ليله حمراء نقر بيسات قاعدين فيهم، لكن مولي ما هم الديمقراطيه ولا هم الانسانيه، قاعدين على مقاعد شنو بيسات كرمكم الله، مديرين فينا حدايا، ميعاد تقريبا مع الصباح نحن ريلان تفاك البيس، قاسوا بينا المطار، ميعاد 9 قيمة ميل الرحلة، نحن فينا مولي مانتات، رحلة مباشرة فيها 150 سنغالي وفيها 40 من موريتان وفيها 40 من تقريبا من غانا، رحلة مباشرة مشات بينا من تكساس والله دالاس طال يعني، قاسوا بينا داكار ديريكت، رحلة قضت 9 سوايع في الجو، انت فيك مانتات قاعدة على مقعد الطائرة، مرة ترقد مرة ما ترقد، وفيك سلاسل بياس مشي. منين جينا مولي السنغال طينا فيها تقريبا مولي سواع، من عاد الثانية ونصف الليل من السنغال قاسوا بينا نواكشوط، وجابوا لنا نواكشوط وقالوا عنا سلاسل نقر الطيارة، نقذنا شور بوليس موريتان لقاو لنا وعطاونا بعد باسبوراتنا وسكاتنا، الامريكيين كاع ما عطاونا شيء. وبالنسبة نحن بارك مطالب نحن احنا هذو الشباب بارك نطالبوا الدولة الموريتانية بأنها تعوض لنا الخسائر المادية اللي نحن فعلا ماشيين بروسنا عن ابتغاء انفسنا عن اللي حاسين وضعيتنا، ماشيين عن بلدنا، هجرة ما خيار صعب، ما هو كل حد يبغي يهاجر عن وطنه، غير ملي مات روى وطنك هجرة ملي لا للرجال، ما يخسرش حد يجرب، غير ملي مهاجر يشور بلاد عنها فيها حريات ونوع، ونحن قاعد لاجاتنا تحت ضمن لكن الحريات لا عادي. بالنسبة للوطن موريتان طالبين الحكومة الموريتانية لعات لقات الولايات المتحدة عنها طاتهمش من الفضاء يردوا يعوضونا به الخسائر اللي خسرنا للملايين، طالبين الحكومة الموريتانية عنها ترد لنا ذاك التعويض اللي طاتنا الولايات المتحدة الأمريكية. تعال خارج